بعض من أعضاء الهيئة العامة للقوة الجوية تطالب بإعادة النجوم إلى عمومية البيت الجوي. متابعة الزميل سجاد علي. طلبات الهيئة العامة أنه طلبوا أنه تدخل الكابتن سمير كاظم خصوص عودته للنادي، مو أنه كان نائب الرئيس وكان رئيس إدارية سابق، وعودته لحلحلة بعض المشاكل الموجودة داخل النادي، ولبوا دعوة الهيئة العامة وحضروا إلى كابتن سمير ودعا بها وسائل الإعلام حتى تكون صورة واضحة أمام الرأي العام ويا أمام جمهور القوة الجوية. إحنا الناشد سيد وزير الدفاع بعودة اللاعبين اللي طلعوهم للهيئة العامة، لأن ذول لاعبين رموز مثل القوة الجوية، مثل الرزاق فرحان يطلع من الهيئة العامة، محمد حنون ابني بطولة آسيا 2007 هو وياهم بالبطولة، أخذ البطولة وعشر سنوات هو الآن اسمه موجود ضمن الهيئة العامة. لويش؟ أكو أمور كثيرة، مثلا أقصاء بعض أعضاء الهيئة العامة، ما نعرف شنو السبب، ومنهم الأخ سمير كاظم أيضا خارج نطاق الهيئة العامة. بعدين أنا ناشط وزير الدفاع أن يستمع للطرفين، مو يستمع للطرف واحد، خلي يستمع للطرفين حتى تتبلور عدة شغلة. المطالبة بإرجاع الكابتن سمير كاظم للهيئة العامة من خلال تصويت الهيئة العامة،